لابد من حشد جهود كبرلمانيين لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل كل الأدوار التي يمكن أن نقوم بها لنحدث تأثيرا إيجابيا ليس فقط من أجل سد الفجوات، ولكن للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا، سواء تعلق الأمر بالدور التشريعي من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها للأهداف التنموية، وهذا عمل كبير ينتظرنا، أو من خلال الدور الرقابي من خلال التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة. هذا المنتدى ديال البرلمانيين العرب من أجل تقوية التنسيق على مستوى التشريعات لمواجهة التحديات المطروحة في ارتباط بالسكان والتنمية. ولما كنتكلموا على السكان كنتكلموا على تحديات مرتبطة بتحولات عميقة تحدث على مستوى البنية الديموغرافية للدول العربية كما الدول الأخرى. وإحضار الخاصيات المميزة لهذا التحول الديموغرافي هو اتساع قاعدة الشباب ويعني تعقد الإشكالات المرتبطة بجودة الحياة وارتفاع السقف ديال المطالب سواء ديال النساء في المناصفة والمساواة والمطالب ديال الشباب والمجتمع بصفة عامة الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ولما كنربطوا هذه التحديات المرتبطة بالمناخ وما تطرحه من مشاكل حقيقية عندئذ ندرك بأن ربما القضية العويصة اللي مطروحة اليوم هي إيجاد أجوبة من خلال سياسات عمومية لمواجهة هذه التحديات اللي ناشئة على التحولات السكانية والمطالب ديال النساء في المساواة وفي الولوج إلى سوق الشغل وفي ضمان حقوقهم، وكذلك إيجاد أجوبة من خلال سياسات عمومية للمشاكل المرتبطة بالتحولات المناخية وبطلب المجتمعي للعيش في يعني ضمن او في تحت سقف المنظومه الدوليه لحقوق الانسان. ولذلك هذه لحظه مهمه في هذا النقاش وهي توحيد الرؤيه وبحث سبل الكفيله بتحقيق ما عجزت الدول عن تحقيقه بمقتضى الالتزامات والأوفاق الناشئة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. اسمحوا لي في البداية أن أشكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال الذي أتاح لنا فرصة كمنتدى برلماني عربي للسكان والتنمية أن نلتقي بإخواننا في المملكة المغربية وأيضا نتحدث في قضايا تهم العالم العربي بشكل عام، وسيكون هناك التركيز في هذا المؤتمر حول كيف أن نستطيع أن ندفع قضايا التنمية السكان، وخصوصا بعد الإقرار أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها كل الدول في بداية عام 2016، كيف ندفع للأمام بعجلة التنمية في هذه الدول العربية والتي نعتقد أن المحرك الأساسي لها سيكون المشاركة الفعلية للمرأة بشكل يضمن لها المساواة والمناصفة سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، إلى وجود الشباب ودورهم الفعال في أحداث التغيير والقفزة. نحن لدينا الآن النافذة الديموغرافية والتي هي موجودة في العالم العربي والتي يجب أن نستغلها بحيث أن عدد المعيلين أكثر من الذين يحتاجوا إعالة، نستطيع بها أن ندفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية. اجتماع للبرلمانيين العرب والآسيويين تحضيرا لقمة السكان العالمية المزمع عقدها في نيروبي في نوفمبر القادم. هذا الاجتماع هو اجتماع مهم جدا لتحديد التزامات الجهات التشريعية في الدول العربية والآسيوية تجاه أجندة السكان التي من المتوقع مناقشتها في قمة السكان العالمية في نيروبي، حيث سيناقش الاجتماع على مدار 3 أيام قضايا تتعلق بالشباب وبالحراك السكاني وتمكين المرأة والقضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وجميع القضايا المتعلقة بإدماج أجندة السكان في أجندة التنمية المستدامة. هذا الاجتماع يأتي احتفالا بمرور 25 عاما على مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية و50 عاما على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان.